بسم الله الرحمن الرحيم. الفرنسية ومع هذا الحوار من موقع بودكاست فرنسي فاسيل سأضع رابط هذا الصفحة أسفل الفيديو. situation الوضعية situation الوضعية سيباستيان est à son poste de travail. إذن سيباستيان هو في مكان عملي. سيباستيان est à son poste de travail. إذن سيباستيان هو في مكان عملي. Il reçoit un appel de la directrice. Il reçoit un appel de la directrice. إذن هو يتلقى مكالمة من المديرة. سيباستيان, vous pouvez passer dans mon bureau s'il vous plaît. إذن سيباستيان يمكنكم المرور إلى مكتبي من فضلكم. إذن المقصود هنا كأنه سؤال, كأن تقول له بمعنى آخر هل يمكنني أن أراكم سيباستيان. إذن سيباستيان واش ممكن تجي عندي البيرو. جاريف توت سويت, إذن أنا أصل بسرعة. جاريف سيرفر أريفي, هذا فعل وصل. إذن جاريف توت سويت يعني أنا أصل بسرعة, يعني أنا سأكون عندك بسرعة. ثم فخاب على البورت يعني هناك ضرب على الباب. فخابي فعل ضربة, فخاب على البورت إذن هناك ضرب على الباب. توك توك توك. إذن فينقر سيباستيان على الباب. إذن فتقول أنتخي أنتخي. إذن أدخلوا أدخلوا سلوذا أنتخي. ثم طبعا يدخل سيباستيان إلى المديرة فيقول له vous voulez me voir, أتريدين رؤيتي. Vous voulez me voir, أتريدون رؤيتي. إذن vous voulez me voir, أتريدون رؤيتي. نخاطب بالمذكر ونخاطب بالمؤنث. إذن هنا في الاحترام كما نلاحظ vous voulez me voir, أتريدون رؤيتي. إذن فتقول المديرة oui j'ai une mission importante à vous confier. إذن mission كما نقول مهمة أو تكليف. إذن نتكلم عن تكليف, نتكلم عن مهمة importante, المقصود أنها مهمة. إذن كما نتكلم عن مهمة مهمة, إذا نتكلم عن رسالة أو نتكلم عن هدف ونعني بأحيانا البعثة, إذا نتكلم عن ميسيون. طبعا هنا ميسيون المقصود بها هو واحد الهدف. إذا نتكلم عن المهمة التي سيؤديها الشخص إذا نقول عنها لا ميسيون. وي جي ميسيون امبورطونت. وي نعم جي اون ميسيون, أنا عندي مهمة امبورطونت. مهمة يعني أنها ذات وزن. افو كونفي كما لو نقول هنا لعهدها إليكم, لتعهد إليكم. أفو كونفي بمعنى آخر لأعهدها إليكم, لأضعها عندكم, لتؤدونها. وي جي ميسيون امبورطونت. أفو كونفي نعم أنا عندي مهمة مهمة لأعهدها إليكم. وي دو كو ساجيتيل, نعم بماذا تتعلق. دو كو ساجيتيل هنا عندنا نعم بماذا يتعلق, المقصود بماذا يتعلق الأمر. وي دو كو ساجيتيل نعم بماذا يتعلق. لا ميسيون كلمة مؤنثة, هنا عندنا ساجيتيل ما عندناش ساجيتيل, ما عندناش هنا ساجيتيل. بماذا تتعلق هي عندنا دو كو ساجيتيل, بماذا يتعلق الأمر. بمعنى آخر وي دو كو ساجيتيل نعم بماذا يتعلق الأمر. Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Vous savez, هذا le verbe savoir. هذا فعل عرفة. Vous savez, أنتم تعرفون que notre client japonais بأن زبوننا الياباني, إذا نتكلم عن زبون من اليابان, doit nous rendre visite. Doit nous rendre visite. إذن كما نقول هنا بأنه يتوجب عليه أن يعيد لنا الزيارة, المقصود بأنه سيزورنا. Vous savez que notre client japonais, أنتم تعلمون بأن زبوننا الياباني doit nous rendre visite, يجب أن يزورنا la semaine prochaine, الأسبوع القادم. إذن عندنا doit يجب, المقصود بأن زيارته ستحدث. بمعنى آخر إذن vous savez que notre client japonais, أنتم تعلمون بأن زبوننا الياباني دوان غانا فيزيت, سيزورنا لا سومين بروشين, الأسبوع القادم. وي لو ديريكتور دو سوزوكي كوربوريشن. كوربوريشن هذه كلمة إنجليزية. سوزوكي كوربوريشن مقصود بها, المقصود بها لا كوربوراسيون دو سوزوكي, المقصود بها لا كوربوراسيون دو سوزوكي. كما نقول اتحاد سوزوكي, إذا تنتكلموا على واحد الشركات مثلا أو أشخاص عندهم نفس المهنة, تديروا واحد اتحاد بيناتهم.
إذا نتكلم هنا عن مدير اتحاد سوزوكي، طبعا هو ذكر الاسم كما هو بالإنجليزية ويل ديريكتور دو سوزوكي كوربوريشن. إذا نعم مدير اتحاد سوزوكي، ماذا ستقول له المديرة؟ إذا المديرة قالت له اكزاكتومو، بالضبط اكزاكتومو بالضبط. نقول عن شيء بأنه اكزاكت يعني أنه مضبوط، إذا نقول عن شيء بأنه اكزاكت يعني أنه مضبوط. عمل مثلا نقول عنه بأنه اكزاكت يعني أنه مضبوط. هنا اكزاكتوم الذي قلته هو بالضبط الذي سيحدث، اكزاكتوم اكزاكتوم إنه ساجيغا با دو ديريكتور اون بيرسون. إذا لا يتعلق الأمر بالمدير بشخصه كشخص، كما تقول له بأنك اقتربت مما سأذكره لك، ميدو سون فيس، ولكن بابنه. إذا الابن هو الذي سيأتي وليس المدير بنفسه. جونيسيرو سوزوكي، جونيسيرو سوزوكي ابن مدير هذا الاتحاد. إذا ابن مدير اتحاد سوزوكي اسمه جونيسيرو سوزوكي. اي كوم جو سي، وكما أنا أعرف اي كوم جو سي كو فو بارلي جابوني، بأنكم تتكلمون اليابانية. فوزالي فوزوكي بي دو لورغانيزاسيون دو سون سيجور، أنتم ستتكلفون بتنظيم إقامته. لو سيجور المقصود به هو الإقامة. فوزالي فوزوكيبي، هنا عندنا الظرف سوكيبي، سوكيبي دو كيلكا يعني أنك تتكلف بشخص تهتم به وتنشغل به. إذا نتكلم على الظرف سوكيبي، إذا في الصرف نقول فوزوكيبي، فوزوكيبي يعني أنكم تتكلفون. ولكن هناك ما تلاحظوا بأن الظرف أوكيبي أنه مسبوق فعل آلي، وكما نعلم كما ذكرنا فيما سبق بأن الظرف آلي عندما يسبق فعلا كحالتنا هنا، طبعا هذا المقصود به بأن الفعل سيحدث قريبا. إذا نتكلم كما قلنا عن لو فيتور بروش، نتكلم عن المستقبل القريب. إذا فوزالي فوزوكيبي دو لورغانيزاسيون دو سون سيجور، أنتم ستتكلفون، أنتم ستنشغلون، أنتم ستهتمون دو لورغانيزاسيون بتنظيم. نتكلم عن الظرف أورغانيزي يعني فعل نظم. إذا لورغانيزاسيون المقصود بها التنظيم دو سون سيجور. إذا تنظيم ماذا؟ تنظيم إقامته. إذا ماذا قالت له؟ إكزاكتومون. إل نو ساجيغا با دو ديريكتور أون بيرسون. إكزاكتومون. إل نو ساجيغا با دو ديريكتور أون بيرسون. إذا لم يتعلق الأمر. عندنا هنا الظرف ساجيغ. إذا كما نرى عندنا هنا لو فيتور سامبل. إل نو ساجيغا با يعني أنه لم يتعلق الأمر. دو ديريكتور أون بيرسون. بالمدير نفسه ميدا سون فيس، ولكن بابنه، ولكن يتعلق الامر بابنه جونيسيرو سوزوكي. اي كوم جو سي كو فو بارلي جابوني فوزالي فوزوكيبي دو لورغانيزاسيون دو سون سيجور. جو ما بارل با كورامو جابوني، انا لا اتكلم بطريقه عاديه او بسرعه او بشكل طبيعي. اللغه اليابانيه كورامو المقصود بها رابيدمون يعني بسرعه، اوردينيغمون يعني بشكل طبيعي، فاسيلمون بشكل سهل. نقول مثلا اكريغ لونغلي كورامون، كتابة الإنجليزية بشكل طبيعي بشكل سهل بسرعة. إذن كلمة كورامون تعني هذا الأمر. جو نو بارل با كورامون جابوني، أنا لا أتكلم بشكل طبيعي أو بشكل سريع اللغة اليابانية. جو كوني سولمون كيلكومو، أنا لا أعلم إلا بعض الكلمات. جو كوني سولمون، أنا أعرف فقط كيلكومو بعض الكلمات. جو كوني هذا الظرف كونيتر، جو كوني انا اعرف، ومنها لا كونيسونس يعني المعرفه. اذا جو كوني انا اعرف، سوما فقط كلكم بعض الكلمات. جو نو بارل با كورامون جابوني، جو كوني سوما كلكم، انا لا اتكلم بسهوله اليابانيه. جو كوني سوما كلكم، انا اعرف فقط بعض الكلمات. لا ديريكتريس المديره، وي سي ديجا بوكو، نعم هي من قبل كثيرا. المقصود بأن هذا الذي عندك هو كثير. وي سي ديجا بوكو، نعم وهي من قبل كثيرة. المقصود بأن الكلمات القليلة التي هي عندك هي كثيرة عندنا. وي سي ديجا بوكو، نعم وهي من قبل كثيرة. هذا الذي تعرفه هو كثير. نوتر كليون فا ابريسي، نوتر كليون فا ابريسي. طبعا الفيرب ابريسي المقصود به أنك تتمن، المقصود كما لو أنك تعطي ثمن أو قيمة للشيء.
أبخيسي المقصود بأنك تقدر، أنك تقيم، أنك تتمم، يعني أنك تعطي قيمة، تعطي ثمن، تعطي قدر لشيء ما. أبخيسي المقصود بها استيمي يعني أنك تقدر، إيفالي يعني أنك تعطي قيمة، إيفالي ديتيرميني لا فالور يعني أنك تحدد القيمة، أنك تحدد القيمة. إذا نتكلم على الفيرب إيفالي، إذا هذا الفعل هذا يعني كل هذه الأمور. عموما نتكلم عن تقييم شيء أو إعطاء ثمن لهذا الشيء. المديرة هنا تقول نوتر كليان فا أبريسيي، زبوننا سيقيم، زبوننا سيتمم. ما معنى هذا؟ معناه بأن الزبون بنفسه سيرى، حتى لو كنا لا نتقن اليابانية فهو سيرى حرارة الاستقبال وطريقة الاستقبال، وبالتالي هو سيتمم وسيعطي قيمة لهذا الاستقبال. وطبعا لن يأخذ في عين الاعتبار أننا لا نتقن اليابانية، فهذا ليس مهما بالدرجة الأولى. المهم في هذا كله أن يكون هناك تفاهم، حتى لو كان عن طريق هذه الكلمات يعني محدودة. وي سي ديجا بوكو، نعم، وهذا من قبل كثير. المقصود بأن هذه الكلمات تافي بالغرض، نوتر كليان فا ابريسيي، إذا زبوننا سيتمم، زبوننا سينظر بنفسه وسيعرف هذا الأمر. ثم قالت له إلى غير لو كانز إيغوباغ لو ديزويت، هو سيصل يوم 15 إيغوباغ، ثم سيذهب. عندنا هنا لو فيرب غوباغتيغ، في الأول عندنا لو فيرب أغيفي، إلى غير هو يصل، كما لم نتكلم عنه بأنه يصل الآن، المقصود بأنه سيصل. إلى غيف طبعا نتكلم عن لوبخيزون اللي هو الحاضر، ليعني لنا المستقبل. طبعا نستعمل هنا لوبخيزون، ولكن المعنى أننا نتكلم عن المستقبل القريب. إلى غيف يعني أنه يصل، لو كانز يوم 15، إيغوباغ طبعا عندنا لوفير غوباغتيغ، طبعا باغتيغ يعني انطلق وذهب، غوباغتيغ يذهب مرة أخرى. المقصود هنا بأنه سيعود لو 18 يوم 18، سي تري كور، سي تري كور. طبعا نقول عن شيء بأنه كور، فالمؤنث نقول كورت، المقصود بأنه قصير أو قصيرة. إذا نقول هنا إنه جد قصير، سي تري كور، إنه جد قصير، المقصود بأن الوقت الذي سيقيم فيه عندنا هو جد قصير، المقصود بأن الوقت الذي سيقضيه عندنا هو جد قصير، سي تري كور. ثم تكمل المديرة فتقول vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. إذن هي قالت له il arrive le 15 Europe 18، سي تري كور، إذن هو يصل يوم 15 ثم يعود يوم 18، سي تري كور، إنه جد قصير. vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. vous avez عندكم jusqu'à vendredi الى حدود يوم الجمعه، vous avez عندكم jusqu'à vendredi الى حدود يوم الجمعه pour préparer son séjour لكي تهيئ، عندنا لو verb préparer يعني هيئ، ومنها la préparation يعني التهيئ، مثلا préparer le repas يعني انك تهيئ الاكل. vous avez jusqu'à vendredi عندكم الى حدود يوم الجمعه pour préparer son séjour لكي تهيئ إقامته، لكي تهيئ إقامته، لتنظر في نظام إقامته عندنا حتى يمضي وقتا جميلا يعني يبقى في ذهنه. ثم يقول سيباستيان أنتوندي، طبعا عندنا الفيرب أنتوند، أنتوند يعني سامع، أنتوندي يعني مسموع، يعني هذا الكلام الذي قلتيه هو مسموع. جو دو لاكومباني بوندون سي تخوا جور، جو دو لاكومباني pendant ces 3 jours. Je dois انا يتوجب عليا l'accompagner يعني مرافقته pendant اثناء ces 3 jours، هذه الايام الثلاث، المقصود بانني واش غنبقى معاه هاد الايام ديال الاقامه كلها. entendu مسموع يعني مسموع هذا الكلام. Je dois l'accompagner pendant ces 3 jours، يتوجب عليا مرافقته. هنا عندنا هاد الابوستروف المقصود بها ابن المدير، إذا لو فيس دو ديريكتور عوضنا بهاد الابوستروف. المقصود هنا جو دوا اكومباني لو فيس دو ديريكتور بوندون سي 3 جور،
يتوجب علي مرافقة ابن المدير أثناء أو لمدة الأيام الثلاث. إذن بمعنى آخر، اسكو جو دو لا كومباني بوندون سي 3 جو، هل يتوجب علي أن أرافقه هذه الأيام الثلاث؟ واش أنا غنبقى معاه ثلاث أيام؟ لا ديريكتريس، وي جو فو كيل غارد أن سوفونير نوبليابل دو سون سيجور أ باري. جو فو، أنا أريد كيل غارد كما نقول بأن يحرس أو بأن يراقب. المقصود هنا بأنني أريد أن يحتفظ، أنا أريد بأن يحتفظ بي. أن سوفونير يعني ذكرى، إنوبليابل غير منسي. نقول عن شيء بأنه أوبليابل يعني أنه ينسى، إنوبليابل يعني أنه لا ينسى. نتكلم عن الفيرب أوبليي يعني فعل ناسية، جوبلي بوكو يعني أنا أنسى كثيرا، جوبلي بوكو أنا أنسى كثيرا. إذن جو فو كيل غارد أن سوفونير إنوبليابل، أنا أريد بأن يحتفظ بذكرى غير منسية، ما بغيتوش ينسى هاد الذكرى هادي اللي غيجي فيها. دو سون سيجور لإقامته، أنا ما بغيتوش ينسى هاد الذكرى ديال الإقامة ديالو أباري في باريس، إقامته في باريس أريد بأن لا ينساها. ألوغ فيت صابيا، إذا افعل هذا جيدا. المقصود اهتم بكل دقيقة وصغيرة، ثم اجتهد حتى تمر هذه الإقامة كما أريدها. جو كونت سيغ فو، جو كونت سيغ فو. كما نقول هنا أنا أحسب عليك، المقصود بأنني أعدك في هذا الأمر، المقصود بأنني أعتمد عليك. جو كونت سيغ فو، أنا أعتمد عليك. ألوغ فيت سابيا، إذن افعل هذا جيدا. جو كونت سيغ فو، جو كونت سيغ فو، أنا أعتمد عليك. ثم يقول سيباستيان أونتوندي، مرة أخرى مسموع هذا الكلام، مسموع. Je vous envoie le programme dès qu'il est prêt. Je vous envoie le programme dès qu'il est prêt. Et donc je vous envoie. أولا j'envoie. C'est le verbe envoyer. يعني أرسل. J'envoie يعني أنا أرسل. Je t'envoie. أنا أرسل لك. Je vous envoie. أنا أرسل لكم. Le programme. البرنامج. هنا أنا أرسل لكم. المقصود بأنني سأرسل لكم. طبعا عندنا الverb envoyer في البريزون، عندنا الverb envoyer au présent. إذن je vous envoie le programme، أنا أرسل لكم البرنامج، المقصود بأنني سأهيئ البرنامج ثم أرسل لكم. دي يعني منذ أو في الوقت، كي لي بخي يعني هو مهيئ، دي كي لي بخي كما نقول منذ أنه يكون مهيئ. عندنا الverb être، طبعا تنعرفوا بأن être المقصود به تقريبا كان، دي كي لي بخي منذ أن يكون مهيئا. إذا نقول عن شيء بأنه بخي يعني أنه مهيئ، نقول مثلا جو سو بخي، أنا مهيئ مثلا لعمل أو للانطلاق إلى آخره. أقول جو سو بخي، أنا مهيئ، أنا جاهز مثلا للانطلاق. إذا أونتوندي، إذا مسموع. جو فو زونفوا البروغرام دي كي لي بخي، جو فو زونفوا البروغرام دي كي لي بخي، أنا أرسل لكم البرنامج منذ أن يكون جاهزا، بمجرد أنه يكون مهيئ، بمجرد أن أهيئ البرنامج سأرسله لكم. إذن طبعا سأضع الرابط في أسفل هذا الفيديو، طبعا من خلال هذا الحوار هناك حوارات أخرى على نفس الموقع. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.